السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طارق صابانة. تاريخ اليوم هو 2/11 ماي 2020. إن شاء الله الفيديوهات عجبتكم اللي حطيتها في القناة منذ فتحت القناة تاعي، وإن شاء الله تكون يعني فيها إيجابيات للناس المهتمين بالهجرة والناس اللي يحبوا يعرفوا مواضيع التأشيرة والغربة، القرعة الأمريكية، الهجرة إلى ألمانيا، أستراليا، كندا، تأشيرة يعني فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، المكسيك. المهم ما تنسوا الدعم. موضوع اليوم هو خاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فراح نحكي بعد الفاصل، فابقوا معي. اهلا بكم ومرحبا يعني بكم مجددا. فهذا الفيديو ان شاء الله ممكن راح تكون طويل او لا طويله، ولكن راح تكون تهم للاشخاص خارج امريكا وداخل امريكا. راح نحكي لكم امور حقيقيه واقعيه، لانكم مش راح تشوفوا امريكا ومش راح نعيشوا ليس بنفس الشيء، فلهذا يجب الانتباه. ممكن من فضلكم اعملوا البارتاج باش تلحق المعلومه لكل الناس المهتمين بالهجره الى امريكا، او يعني خاصة ما يجري في أمريكا. فراح نتحدث أولا على تأجيل مقابلات القرعة الأمريكية. بعض المواقع الإلكترونية أو الجرائد أو حتى الصحف تتحدث على أنه في احتمال أن إدارة ترامب، الرئيس الأمريكي ترامب، سوف تمدد قرار تعليق الهجرة أو الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 60 يوما أخرى. يعني هو أصلا هم ديجا منعوا دخول أي واحد خارج أمريكا بشروط لمدة 60 يوم ابتداء من 22 أفريل، ولكن لا يوجد أي دليل، فهي مجرد إشاعات واحتمالات، فممكن تتحقق وممكن لا. ولكن لا تنسوا أن أمريكا فيها يعني سلطات داخلية وسلطات خارجية عن إدارة الرئيس الأمريكي وعن قراراته. فهناك يعني كونغرس أمريكي، هناك حكام ولايات، هناك قضاة، هناك جمعيات ممكن تكون معاه في القرار ممكن تكون ضده. وإذا أردتم التأكد من هذه الأخبار أو الإشاعات أو المعلومات، فما عليكم إلا الذهاب إلى المواقع الرسمية الخاصة مثلا بمكاتب الهجرة أو البيت الأبيض أو بعض الصحف، بيت الأبيض الأمريكي أو بعض الصفحات الرسمية لهؤلاء الأشخاص أو حساباتهم الشخصية على تويتر أو كذلك الصحف الرسمية. وراح نحط لكم كل الروابط والمواقع في صندوق الوصف. فهناك من يقول سوف يتم توقيف إصدار التأشيرات للفائزين بالقرعة الأمريكية 2020، وهناك من يقول أنه سوف يتم إلغاء نتائج أو إلغاء القرعة الأمريكية لسنة 2021، والله أعلم. هذه مجرد، أنا قلت لكم مجرد معلومات أو إشاعات ممكن تصادفوها يوميا، ولكن لحد الآن لحد الساعة لا يوجد أي شيء رسمي. راح نحكي لكم على ذلك القرار وراح نعطيكم يعني ملخص. فالقرار الذي صدره أو أصدره الرئيس الأمريكي يوم 22 أبريل هو 60 يوم يمنع الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا 9 يعني استثناءات. فمن ينطبق عليه القرار؟ ينطبق القرار أو المرسوم على كل شخص موجود خارج أمريكا. كل شخص موجود خارج أمريكا ينطبق عليه هذا القرار. من لا ينطبق عليه هذا القرار؟ لا ينطبق على كل شخص موجود داخل أمريكا، يعني العكس، إذا راك خارج أمريكا ينطبق عليك، إذا راك داخل أمريكا لا ينطبق عليك. كل شخص حاصل على فيزا قبل تاريخ صدور القرار، كل شخص حاصل على فيزا قبل تاريخ صدور القرار، قبل 22 أفريل لا يطبق عليه. هنا واش تفهموا؟ تفهموا باللي الناس اللي عطاو لهم تأشيرة الهجرة أو تأشيرة لم الشمل عندهم الفيزا، يعني عندهم الفيزا لا ينطبق عليهم على حسب ما جاء في القرار. ولكن حتى يعني ما أنا ما قدرش نضمن لك، نقول لك شد الطائرة واروح لأمريكا، ممكن ما يخلوكش تركب في الطائرة، ممكن ما يخلوكش تنزل في المطار، ممكن ما يخلوكش تدخل أصلا يعني إلى نيويورك ولا إلى الولاية اللي راك حابط فيها. المهم القرار هو وش راح يقول.
لا ينطبق كذلك على كل شخص حاصل على وثيقة تخوله العودة إلى أمريكا، سواء تحصل عليها من السفارة أو حصل عليها قبل مغادرة أمريكا، وحكيت عليها في الفيديو السابق، مثل Travel Document. من هم هذه الاستثناءات التسعة؟ نحن نعطيهمكم باختصار الذين لن يطبق عليهم القرار. أول، الأشخاص العاملين في المجال الطبي. ثانيا، الحاصلين على الجرين كارد. ثالثا، الأشخاص العاملين في مجال أبحاث الفيروسات والأوباء. رابعا، زوج وزوجات المواطنين الأمريكيين. خامسا، أولاد المواطنين الأمريكيين من دون ست، يعني تحت سن 21 سنة. سادسا، الأشخاص المقدمين على فيزا الاستثمار اللي هي اي بي 5، اللي يعني لازم يكون عندك الاستثمار هنا أكثر من 500 ألف دولار أمريكي باش تستثمر هنا في أمريكا. سابعا، الأشخاص الذين يشتغلون مع الجيش الأمريكي، زوجات وأزواجهم وأولادهم كذلك. ثامنا، الأشخاص المقدمين على SIV، يعني هذه SIV هي عبارة عن فيزا تقدم مثلا للمترجمين، وحكيت عليها في الفيديو السابق. تاسعا وأخيرا، الأشخاص الذين عندهم مصلحة قومية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كلهم هم عبارة عن نوع من الفيزا هي Non Immigrant Visa. أما بالنسبة لـ Immigrant Visa اللي هي يعني تأشيرة سياحية أو تأشيرة دراسة أو تأشيرة عمل، فلم يصدر أي قرار نهائي أو رسمي لحد الآن. ممكن قالوا سوف يصدر بعد 30 يوم من صدور القرار الأول، ولكن لحد الآن ممكن الأسبوع الجاي راح نشوفوا الجديد. لحد الآن هذا وش كاين في القرار، ولكن أنا قلت لكم حتى حاجة ما نضمنها. المشكل هو المشكلة راه في السفارات والقنصليات. إذا فتحوا السفارات والقنصليات كل شيء يولي عادي، إذا ما فتحوش راه مشكل. وباش يفتحوا لازم يفتحوا المجال الدولي، لازم يفتحوا لي زايروبور، وباش يفتحوا لي زايروبور امريكا ما راحش تفتح. دوك راها معقده وراها معقده وراها معقده. فبالنسبه لاصحاب القرعه الامريكيه، فتم تعليق اصدار التاشيرات لمده 60 يوم من طرف السفارات والقنصليات، لانها مغلقه لمده 60 يوم. يعني هذه حاجه بديهيه، ويمكن تجديد مده التعليق الى 120 يوم، يعني حتى تقول حتى الاكتوبر. أما أصحاب القرعة الأمريكية 2021، فبعد صدور النتائج يوم 6 جوان إن شاء الله، فلا يمكن إصدار الفيزات حتى نهاية القرار أو نهاية يعني نهاية المرسوم، يعني حتى نهاية التعليق تاعو. يعني لو كان يخرج نتائج يوم 6 جوان إن شاء الله، ما يقدروش يعطوكم، ما يقدروش يديروكم مقابلات، وما يقدروش يعطوكم الفيزات، لأنه أصلا السفارة مغلقة. مغلقة لأنه سفر لا يوجد بسبب الفيروس. فالقرار ساري المفعول، ولكن أتمنى أن يتم توقيفه في أقرب وقت ممكن، وفتح البلاد لقدوم المهاجرين. الموضوع الثاني، حبيت نقول ألف مبروك للباحثة الجزائرية مريم ميراد على انتخابها للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرا لمساهمتها الكبيرة في مجال علم المناعة. الله يبارك على الجزائريين. الموضوع الثالث، مشكل الطيران هنا. الطيران، شركة طيران درت عليها فيديو وحكيت وقلت باللي مشكلة شركة الطيران، واش كانت تدير شركة الطيران، الربح تاعها 96% يروح، ولا 94% ما شفتش، 94% و 96% يروح للستوك ماركت، يعني السوق تاع الأسهم. فلهذا راح تعاني كثير، وبعض شركات طيران كولات مثل مثلا فيرجن تاع استراليا، وراها مشاكل، سرحوا الخدامين، يعني راها مشكل في الطيران، ومشكل في مجال الطيران، وممكن في مشكل في شركات الطيران. هذا فيما يخص شركات الطيران، لازم تكونوا على علم بانها راح تعاني، ما عندهاش مدخول. وحكيت درت فيديو عليها، وممكن نحط لكم الرابط تاع الفيديو في اسفل يعني الفيديو صندوق الوصف. الموضوع الخامس، اعلن خبراء امريكيون اكتشافهم يعني طفره جديده من فيروس كورونا اختفى منها 81 حرفا جينيا. هذه الطفره الجديده تشبه الطفره التي حدثت بفيروس سارس عام 2003، والتي كانت اول
مؤشر على إضعافه وبدء اختفائه. إن شاء الله تكون هذه الطفرة الجديدة المكتشفة مؤشرا يعني على بداية النهاية لهذا الوباء. الموضوع الآن السادس، يوم الخميس الماضي قامت الحكومة الأمريكية بمنح كل طالب كان يستلم غذاء مجاني في مدرسة والتي أوقفت الدراسة، يعني هذه المدرسة أوقفت الدراسة بسبب الفيروس. الحكومة الأمريكية منحته مبلغ $370، هذا المبلغ يغطي مصاريف وجبات الغذاء حتى نهاية العام الدراسي، وسوف تصرف لهم بعد 15 يوم من الآن إلى حسابات الفود ستامب بريدج كارد الذي بحوزة أبائهم، يعني الأم أو الأب. فالحكومة هنا تعطي أطفال العائلات المحدودة الدخل وجبة غذاء مجانية في المدارس في كل يوم دراسة. هذه معلومة لازم ديروها في بالكم. موضوع منحة البطالة و $600، دوك نحكي لكم كيف هذه منحة البطالة. حكيتها شحال من خطرة والناس مازالها تحاول تستقصي، خاصة اللي عايشين في أمريكا. منحة البطالة هذه عبارة عن منحة تقدمها الولاية للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط باش ياخذوا هذه المنحة، وحكيت على هذه الشروط. من بين هذه الشروط لازم يكون عندك سوشيال، على حسب مثلا ولاية جورجيا لازم يكون عندك سوشيال سكيورتي نمبر، لازم تكون عندك إقامة ولازم تكون أو لا جنسية، ولازم تكون عندك ولازم تكون خدمت ودفعت ضرائب. نعم، ومن بعد يعطولك نسبة مئوية منها، يعطوك ان بورسونتاج من هذيك المنحة. ولاية جورجيا مثلا تمدلك $365 لكل اسبوع لمدة 16 اسبوع. اما بعض الولايات مثلا ولاية ماساتشوستس تمدلك اب تو، تقدر تمدلك حتى $1200 للاسبوع لمدة 26 اسبوع. يعني وتقدروا تشوفوا، حطيت لكم الروابط، وإذا ما نساش إن شاء الله راح نحط لكم رابط تشوفوا تثقفوا شوية وتعرفوا وش معناها البطالة. أما الحكومة الفيدرالية الأمريكية طلبت منا أو طلبت من الدولة يعني الأمريكية يعني باش تعطينا أموال. إحنا مثلا طلبنا الشوماج تعطينا $600، هذه $600 تبدأ من 2 أفريل إلى غاية 31 جويلية كل أسبوع. يعني هذه $600 زائدة على 365، ولكن بعض الناس ما يعرفوش 365 تعطيهم لك فقط الولاية. من بعد لما تاخذ 365 لازم تزيد تتصل بالموقع الرسمي باش تاخذ نتاع الفيدرالية تاع الضرائب باش تاخذ هذيك $600. هذيك $600 لما تعمل الفورم، لما تعمر الابليكيشن هذيك، يطلبوا منك باش تخلص عليها ضريبة. اما $365 هذيك منحة البطالة لا تدفع عليها ضريبة، منحة البطالة لا تدفع عليها ضريبة. أما المنحة تاع $600 اللي تقدمها لك الحكومة الأمريكية تدفع عليها ضريبة، الضريبة تاع الفيدرال إنكم تاكس، هي عبارة عن ضريبة ثابتة. يطلبوا لك كي تعمر الفورميلا يطلبوك، يقول لك هل تدفعها الآن أو ما تدي $600 وهذوك وتدفعها نهار دير لي تاكس تاعك في 2021. دونك حتى هذيك $600 ما راحش تاخذها في نفس الوقت مع منحة البطالة اللي تعطيها لك الولاية، وما راحش تاخذها 100%. يعني منحه البطاله ما راحش تديها 100% وفيها شروط، تقدر تديها 100% على حساب الا توفروا فيك شروط 100%. اما هذيك المنحه تاع $600 تعطيها لك اسبوعيا حتى ال 31 جويليا بسبب هذا الفيروس اللي يعني الرئيس الامريكي طلب من الحكومه الامريكيه باش تمد دراهم، هذه راح فيها تدفع لها ضريبه. هذا باش يكون في علمكم. معلومة أخرى ثانية سادسا أو سابعا، ولاية فلوريدا عاصمتها جاكسونفيل، يعني ميامي، يعني وقع لها أمر يعني مدهش، يعني حاجة مليحة. فبقات ميامي مدة 7 أسابيع من دون أي جريمة. ميامي لأول مرة في التاريخ 7 أسابيع من دون جريمة، وهذا لم يحدث منذ سنة 1957. الموضوع الآخر قضية الرئيس الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو المرشح رئاسية 2020 وهو ممثل حزب الديمقراطي. فعندها أسبوع شفت أنا في التلفزيون أنه يعني داروا له، مش قولوا داروا له، عنده قضية، معنى بل أنا لا أعرف إلا قضية حقيقية ولا يعني مفبركة، قضية
يعني مع شخص، مع امرأة صارت له قضية معها سنة 1993، وجابت هي 4 شهود، 2 منها من هذه الشهود قالوا لها احنا ما نشفوش يعني على هذا الامر وما نعرفوش، اما 2 الاخرين قالوا لها يعني ما رجعوش عليها. صافي هذه الامرأة الامريكية هي متزوجة على كل حال كبيرة، قالت له كنت في علاقة معك سنة 1993 وعملت لي كذا وعملت لي كذا، وهو قال لهم بلي انا ما نعرفهاش وما عملت لهاش وما على باليش. يعني راه دوك لي ميديا راهم قاع يحكوا على هذه القضية تاع جو بايدن، دوك انا ما نعرفش الا قضية حقيقية ولا مفبركة، الله اعلم، ونشوفوها في المستقبل. قبل ما نختم هذا الفيديو اليوم، مثلا رحت نشري انا اليوم شخصيا، نحكي لكم علي انا، رحت نشري باش تشوفوا باللي امريكا والله رانا نعاني. رحت نشري مثلا، راح نشوف فتحوا المحلات هنا ولاية جورجيا فتحت، خلاص فتحت. رحت الاوتلت، تانجر الاوتلت، صدقوني غير الاوتلت هذيك فيها اكثر من 100 محل تجاري. تعرفوا شحال مفتوحين؟ 10 فقط، ما يفوتوش 10 محلات مفتوحين فقط، كل محلات مغلقه. المحلات دخلت زوج حوانت كما يقولوا، فارغين، يعني الشعب ما ولاش يشري والشعب يخاف، ويديروا واحد الامور يعني يقيسوا لك درجه الحراره ولازم تعمل الماسك والسوشيال ديستانسينغ. رحت محلات اخرى تاع الملابس، تي جي ماكس ومارشلز، هذو تي جي ماكس ومارشلز نفس الشركه، شارينهم الهنوده، الهند يعني الاونر هو هندي، الهنوده هنايا عندهم بزاف لي زوتيل، لي بومب ايسونس، لي سيبيرات، وعندهم هذا الحوان تي جي ماكس، عندهم ديري كوين يبيعوا لا كريم ويبيعوا البرجر، وعندهم هذا مارشلز، عندهم بزاف حوانت. فلما دخلت قبل ما تدخل الحانوت هذا المحل باش تشري مثلا الحوايج، يديروا لك يعني يقول لك تسنى، ممنوع يدخلوا اكثر يعني من مثلا 10 ولا 20، لازم تريح تسنى برا واحد هنا، ولازم لي موراه سوشيال ديستانسينغ، وكي تدخل تصيب بزاف يعني الناس يتلاصقوا في بعضهم، ولازم لك الماسك، كاين اللي يقول لك لازم لك لي غون، ويعسوا يعني ما تحسش روحك في، ما تحسش روحك عليز. ولا كنت نشوف بعض يعني الملابس وبعض الحوايج، يعني واحد يسق فيك، واحد يغيسك، واحد يقول لك اسمح لي، واحد يسعل عليك، على بالك يعني كيش يقول انا ما شريتش حوايج بزاف يعني في الطوموبيل تاعي وراح ديريكت يعني للدار، ما كانش الامن يعني خلاص، يعني هما ما يخلوكش تدخل كيما كنت تحب، كيما تحب نتايا ولا كيما كانت بكري. يعني دوكا مثلا كيما قلت لكم دوك تدخل مطعم ما تلقاش يعني 20 طابله، تلقى 5 طوابل ماكسيموم، ما تلقاش 30 سيرفور، تلقى 2 سيرفور ولا 3. نفس الشيء تروح تطلب الماكله يعطيها لك من الطاقه. يعني المحلات يشتغلوا، كانوا بكري المحلات في الاوتلت، في تانجر اوتلت يشتغلوا من 9 تاع الصباح ل 9 تاع الليل، 12 ساعه. دوك راهم يفتحوا من 11 تاع النهار ل 7 تاع العشيه، وقلت لكم اليوم يفتحوا واقيلا 10% 10% من الحوانت بكري يفتحوا وفارغين. لا ميزون نايك مثلا مغلوقه، اولد نيفي لقيتهم مغلوقين، نسيت واش ثاني مغلوقين، طومي هيلفيجر مغلوق، اند ارمور مغلوق، يعني ما مغلوقين هاد المحلات هذو، اديداس مغلوقين، ليفايس مغلوقين، سكيتشرز مغلوقين، كولومبيا مغلوقين، هاد الحوانت كاع مغلوقين، تاع الاكل مغلوقين، ما كاش كاع اللي يبيعوا السوايع، اللي يبيعوا النواضر، اللي يبيعوا الروايع، كان واحد 10 حوانت مغلوقين. يعني باش تشوفوا باللي يعني قلت لكم ونزيد نعاودها لكم باللي الحاله ما راهيش مليحه، انا تشكر وعدد الوفيات زادت، الله يجعل خير، وإلا جيتوا جدد حضروا روحتكم مليح مليح وشوفوا مليح على كلامي هذه، باسكو النصيحة اللي نعطيها لكم أنا واحد نعطيها لكم، وممكن الناس ما يوريكمش يعني حقيقة تاع أمريكا، أنا نوريها لك يعني باش كي تجي ما تنخلعش، باسكو ممكن يعني قلت لك تشوف أمور أنت تشوفها وتفهمها، تفهمها من زاوية بصح، تجي تشوفها يعني زوايا متعددة، ومن بعد تحصل وتغرق وتتلف لك. لانك مثلا قلت لك دوك توك راك معايا هنا في الصافانا، ما كانش يعني ما حكيت عليها ودرت يعني درت عليها حتى فيديو، ما كان خدمه ما كانش يعني، وانا نخدمك انا، وكان تجي لعندي دوك وانا نخدمك انا، اصلا مانيش نخدم انا، اللي كنت نخدم 81 ساعه في الاسبوع مانيش نخدم، انت الا جيت جديد واش راح تخدم؟ ما كانش خدمه. وين تروح يقول لك ما كانش، يقول لك روح دير منحه البطاله، انت تقول لهم انا جديد كيفاش نعطوني منحه البطاله؟ ما كانش. بعد شو تولي دير؟ تولي تبحث على مساعده الحكوميه، مساعده الحكوميه تضرك البابليك تشارج، وهذوك اللي يدخلوك في البابليك تشارج، الفود ستامبس، الهاوسينغ، والميديكا، هذو قاعد يدخلوك ماشي ملاح ليك. ومن بعد كي تروح تطلب على الاقامه تجددها مثلا، ولا باي طريقه جيت، ولا تروح تحوس على الجنسيه تحصل. دونك واش راح نقول لكم، امور يعني راهي سيئه وخطيره، والله يجعل خير،
وممكن انا عندي معلومات ممكن يعني امريكا ما حش تفتح يعني حتى العام الجاي، حتى 2020 باش يفتحوا الامريكان هذه، والله ما اعلم ممكن تفتح. الرئيس راح بيفتح ونعم، زادت الوفيات، المشكل زادت الوفيات، زادوا الاصابات، والله يجعل خير وخلاص. المهم اللي يحب يجي مرحبا به، ماهوش مشكل، ولكن حضر نفسك وبالك على روحك، تهلاو في روحتكم ونتلاقاو في ساعة خير ان شاء الله. بارطاجيو هذا الفيديو وما تنساوش الضغط على الجرس باش يلحقكم جديد. تهلاو في روحتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.